طبعا تبلغ مساحات المزروعة بالخضار الصيفية في محافظة حلب حوالي 7000 هكتار، منها حوالي 3000 هكتار في منطقة صفيرة، انتاج يتراوح بين 70 إلى 80 وحتى ممكن أن يصل إلى 100 طن بالنسبة للهكتار. بالنسبة للبندورة هناك عدة أصناف مزروعة، البندورة الواهي والأولجا والبندورة الفرنسية، يتم تسويق جزء منها لمحافظة حلب أو شحنها إلى باقي المحافظات. زراعة البندورة في المنطقة هي من الزراعات المهمة جدا، ومزارعين تعتبر هي من المحاصيل أو الخضار الأساسية، والمساحات التي تزرع على مستوى المنطقة تقدر حوالي 1000 هكتار. طبعا الصعوبات هي من وسائط النقل، الأسمدة، المبيدات في غلائها في الأسواق. طبعا التعليمات الرشادية بتلعرن صمدنا حسب التعليمات، يعني انتاج يعني شيء 90 طن. زرعنا بندورة 10 دلومات، اهتمينا فيها مزبوط، الدلم زادت 10 طن، سوقهم مليح الحمد لله.